صباح الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ أكلي هي عبارة عن صدور دجاج نقعت لنقول نقعت هيك بالزبدة والبراد، بعد ما تعرضت لشوية إنه بشكل إنه نطري صدور الدجاج، بعدين نحط مع زبدة وتوضع بالبراد تقريبا 7 ساعات. أوكي، بعدين بنحشى موتزاريلا. أوكي، وبنحط ممكن على الوجه موتزاريلا. وهلا بنشوف كيف. هلا عادة بالنسبة لنشوف الأكلة هيك، إذا هيك مكوناتها طبعا بكون شوية ملح أكيد، ما ضفت بهارات كتير أنا. هلا إذا حكينا نحن عن فوائد صدور الدجاج، هون رح نحكي تابعوا آخر القناة، طبعا آخر الفيديو بيكون على القناة الأولى. إذا حكينا عن فوائد صدور الدجاج للرجيم، تعد صدور الدجاج جزءا أساسيا من النظام الغذائي للأشخاص الذين يمارسون الرياضة، والأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا صحيا، فالأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية ويتناولون نسبة مناسبة من البروتين قادرون غالبا على ضبط الكتلة العضلية في الجسم، مما يحافظ على مستوى عمليات الاستقلاب او الايض. ومن الجدير بالذكر ان صدور الدجاج هي مصدر ممتاز للبروتين، فضلا عن ان نسبة الدهون والصوديوم فيه قليلة، كما انه يحتوي على نسبة ضئيلة من الكربوهيدرات التي قد تعادل الصفر، بالاضافة الى ان تحمل الجسم او السكريات اللي بدها تصير بعدها، بعد ما ياخذ الشخص يتناول الدجاج، كمان تقريبا صفر، يعني ما كثير بيستدعي حضور الانسولين لإله. طبعا حجم صدر الدجاج يؤثر في السعرات الحراريه المتناوله والقيمه الغذائيه لها. تحتوي صدور الدجاج على البروتينات التي تساهم في عمليات بناء العضلات والحفاظ على الكتله العضليه في الجسم، كما انها مصدر جيد للسيلينيوم، فيتامين B3، فوسفور، B6، وقد تتوفر بأشكال كثيرة. يعني صدور الدجاج ممكن تجيبوها. فوائد صدور الدجاج للرجيم، يوصى بتناول صدور الدجاج لخسارة الوزن، وذلك لاحتوائها على البروتين. في دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية عام 2015، وجد أن الوجبات التي تحتوي على 25 جراما على الأقل من البروتين قد تساعد على زيادة الإحساس بالشبع عند الأشخاص، مما يقلل من كمية الأطعمة المتناولة في باقي اليوم، ويقلل اختيار الدجاج المشوي من السعرات الحرارية المتناولة، مما قد يساعد على خسارة الوزن. يفضل تناول وجبة متوازنة ومتنوعة عبر تقسيم الطبق بين الحبوب الكاملة أو الخضار النشوية كالبطاطا أو الذرة، وبين الخضار غير النشوية كالبروكولي، وبين مصدر البروتين كصدر الدجاج، وبين الفاكهة. وبشكل عام يفضل اختيار الأطعمة قليلة السعرات الحرارية الكالوريز للمساعدة على اختيار الوزن. هناك العديد من النصائح الموصى بها لاختيار دواجن أو اللحوم، ومنها اختيار النوع الأقل احتواء على الدهون كصدور الدجاج أو اللحم الأبيض. أنصح أيضا بالتحقق من النسب الغذائية في حال توافرها على المنتج، كما ينصح بالتأكد من وجود أقل نسبة دهون عند اختيار الدجاج المفروم أو المطحون، بالإضافة إلى أنه ينصح بتخفيف كمية الدهون عند تحضير الدجاج من خلال التخلص من أي دهون ظاهرة للجلد، وينصح أيضا بنقع الدجاج مسبقا، ذلك لأن اللحم المنقوع يجعل اللحم أو الدجاج طريا، كما أنه يحسن النكهة. ويمكن إعداد المنقوع باستخدام الأعشاب، بهارات متنوعة أو عصائر الحمضيات أو صلصة الصويا. يعني عادة ممكن ينقع بخل، ممكن ينقع بكذا شغلة، ممكن تحط بهارات مثل الغار، الفلفل الأسود، الحب، الهال مثل ما قلنا، كذا كذا شيء، القرفة، القرنفل. هلا بالنسبة أنا قلت حد ما حطينا بقلبها موتزاريلا، بعدين حاولت أحشيهم، ثبتهم بأعواد وحطي شوية موتزاريلا على الوش. طبعا جزء من الدسم هذه ممكن نتخلص منها، هذه بسبب الزبدة، لأنه حاولت أخليه طري. تمام، طبعا بالنسبة للموتزاريلا، الجميع يحب ذوبان الجبن الموتزاريلا، واحدة من أكثر منتجات الألبان رواجا لمذاقه وملمسه الرائع. غالبا ما توصف جبنة الموتزاريلا بأنها سيئة للصحة،
فهل تعتقد أن هذا الجبن غير صحي؟ إجابة لا. هلأ أنا بالمجمل رح نحكي آخر الفيديو عن هذا الموضوع. الجبنة عم يقولوا يعني جبنة موزاريلا صحية، فهي لا توفر فقط جرعة من الكالسيوم والدهون، ولكنها هي تمتلك العديد من الفوائد الصحية. جبنة الموزاريلا مصدر جيد لفيتامين بيوتين، ويسمى أيضا B7، وبما أن هذه المغذيات تذوب في الماء فإن الجسم لا يخزنها. لذلك تناول جبن الموزاريلا يعمل على تلبية الحاجة الغذائية الفورية الخاصة بك من البيوتين. النساء الحوامل يمكن أن تأكل جبنة الموزاريلا للتعامل مع نقص البيوتين، ويمنع هذا الفيتامين أيضا هشاشة العظام. وقد أظهرت الدراسات أنه يمكن أيضا أن يقلل مستويات السكر في الدم في المرضى المصابين بالسكري. إنها فكرة جيدة لأكل الموزاريلا، كما أنه غني بفيتامين B2، الريبوفلافين أو جزء من عائلة فيتامين بي الكومبلكس فيتامين بي المركب، فإنه يحتاج إلى أن تؤخذ يوميا لأنه يساعد الجسم على مقاومة مختلف الأمراض. هلا أنا عم بحكي بالمجمل، ورح أحكي آخر شيء النوتس الخاصة فيه. يساعد الجسم على مقاومة مختلف الأمراض والظروف مثل نوبات صداع النصفي، فقر الدم، الأنيميا، كما أنه قد ثبت أن لها خصائص مضادة للأكسدة. تحتوي جبنة الموزاريلا أيضا على فيتامين B3 أو نياسين، الذي يلعب دورا محوريا في تحويل الدهون إلى طاقة مناسبة في جسم الإنسان. إلى جانب ذلك، النياسين يساعد في السيطرة على الكوليسترول ويمنع ظهور الأمراض مثل مرض السكري والتهاب المفاصل. تسخر بالدهون والفيتامينز القابلة للذوبان. هون إذا في لنكون واضحين، إذا في حمية كيتو أوكي، أما إذا لا هون نسيب. تحتوي جبنة موزاريلا أيضا على الفيتامينز الهامة التي تذوب في الدهون مثل A, D, E، وتلزم هذه الفيتامينات امتصاص الكالسيوم وصحة العظام. يساعد على جعل العظام أقوى. جبنة الموزاريلا تحتوي على كمية عالية من الكالسيوم كمعدن أساسي مطلوب للعظام، لصحة عظام أفضل، لصحة الأسنان. وقية من الجبن الموزاريلا تحتوي على 183 ملي جرام من الكالسيوم، المهم لحماية من الأسنان والحفاظ على بنية العظام. إلى جانب ذلك، يلعب دولا محوريا في الحفاظ على عضلات القلب، ويقلل من مخاطر الإصابة بسرطان القولون. مصدر جيد للفوسفور. الجبنة تحتوي على كمية لا بأس بها من الفوسفور، الذي يساعد جسم الإنسان على امتصاص الكالسيوم من الأطعمة، ومطلوب أيضا لعملية الهضم الأمثل وحسن سير العمل في الكلى، كما أنه يساعد على محاربة التعب العضلي ويسهل عمل الدماغ. طبعا عم يحكوا عن البروتين، بوتاسيوم، معدن أساسي بالجبنة، يساعد على محاربة الآثار الضارة التي يسببها استهلاك الصوديوم في البشر. يعمل على خفض ضغط الدم، رح نحكي عنه لاحقا. عن البوتاسيوم لأسباب كتيرة لاحقا، رح أحكي عن البوتاسيوم شان الضغط شان غيره. هلأ بالمجمل هيدي هي الأكلة، صدور دجاج. ممكن نحط عليها جزء من رشة بقدونس، طبعا ممكن نحط عليها رشة بقدونس أوكي، وممكن نضاف إلها جبنة البارميزان. البارميزان مش رح كيفه أنا هلأ، ولكن ممكن نضيف عليها باودر من جبنة البارميزان. هلأ هون الملاحظة اللي بتكون، قديش حكينا عن الجبنة؟ رح نحكي إن الناس اللي عندهم مشاكل بالجهاز التنفسي لا يفضل. طبعا هذا كله رح أحكيه على القناة الأولى، رح وقف الفيديو هون على هذه القناة وننتقل للقناة الأولى تسمعوا كله. بالنسبة للجبنة فيها إلها مشاكل كتير، عند كتير من خبراء التغذية يقال إنه هذه المادة الجبنة أول ما اخترعت أو اكتشفت، الحيوانات المشترى في عندها مكان بتخزن فيه الأعشاب وبترجع تشتر، فشافوا منها الأنفحة، وعلى أساسها هاي الأنفحة يعني بينعمل منها الجبنة من الحليب. تمام، هذه مكان مليء بالجراثيم، فيقال يعني إنه بالمجمل الجبنة هي من البروتينات الضارة. تمام، يقال كمان انه يعني مع احترامنا يقال انه نكبة فلسطين عملت شغلتين،
نكبة فلسطين هي احتلال الأرض وانتشار الجبنة، بعد كتير من أنواع الجبنة، الحلوم، العكاوي، كتير من أنواع النابلسي، كلها انتشرت من فلسطين، فصار نكبتين، نكبة فلسطين وانتشار أنواع الجبنة بالعالم. هلأ هذا بالنسبة للجبنة. هلأ رح نحكي، أنا أضفت بقدونس بس، رح نحكي بالنسبة للدجاج. الدجاج بالنسبة للزمرة هو غير ضار، وهو غير ضار أيضا بالنسبة للزمرة A، ولكن انتبهوا أصحاب الزمرة B، هو ضار جدا لكم. ومع شيء ثاني دايما بحكي، تابعوا فيديوهات لاحقة لتعرفوا شو هو. وزمرة AB كمان تجنب 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 الدجاج B وAB. هلأ بالنسبة لجبنة الموتزاريلا انتبهوا شوفوا كيف هي غير ضار بالنسبة للزمرة O وغير ضار بالنسبة للزمرة A، ولكنه مفيد جدا بالنسبة للزمرة B، وكمان مفيد جدا بالنسبة للزمرة AB، مع انه الـ AB هي خليط A مع B فبتصير مفيدة جدا. البارميزان، جملة البارميزان تجنبوها اصحاب الزمرة O، تجنبوها اصحاب الزمرة A، تصبح غير ضارة عند الزمرة B، وتجنبوها اصحاب الزمرة AB. اذا لا يفضل كثير جملة البارميزان. إذا لما نشوف نحن وبقولوا هالأكلة صحية، طيب شو شفنا فيها؟ شفنا فيها بعض التقاطعات إنه مفيدة والأشياء لا غير مفيدة. فإذا هذا وظيفة الفيديو، وظيفة الفيديو إنه لما يقول هذه الأكلات مفيدة بتشوفوها لما عملنا ميكشر، هي مفيدة للبعض وغير مفيدة للآخر. هاي فائدة الفيديوهات اللي عم بعملها، عم بشرك على القناة الأولى، بتاخذوا الخلاصة منها، خلاصة جزء كبير من تجربتي واكيد تجارب غيري سبقوني. ان عجبكم الفيديو اعملوا لايك شير سبسكرايب، فعلوا زر الجرس. كان معكم دكتور باسم.